فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وضع أزرار في الإزار تفتح وتغلق، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا مثل المخيط، الأزرار مثل المخيط، ما تجوز. يلف الإزار لفه ويثبته ويكفي، ولا يضع فيه أزرار ولا يجعله تنورة ولا. نعم. وكذلك حفظك الله، هل يجوز وضع المشابك في الإزار؟ كذلك، هذا مثل المخيط، لا الأزرار ولا المشابك، ما يستعمل، ما له حاجة. نعم. الرداء ما يحتاج إلى مشابك ولا إلى أزرار، وأما الإزار فيثبت بالحزام. نعم، ولا حاجة إلى هذا. نعم.